انا بصراحه ايه سرقت لك كم شغله ايه؟ من عند عصام بشرفك. اي والله بالضبط. وهي لك. انا سرقت له هدول الاشياء من عند عصام وقررت اني انا اتجوز ونطلع من الحلقه اليوم مجوزين. بلكي هو ما بيتجوز علي وبلكي هو ما بيجيب لي ضره، واذا جاب ضره هاي الخيزرانه موجوده. لك لك اذا بتحكي نص كلمه. اول شغله قولوا لي محل ولا تقولوا لي محل. اول شغله انا بما اني العقيد. تفضل عقيد. اول شيء انا ما بسمح لنفسي اتجوز عليك. الله اكبر. بس في حال انت غلطتي